اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ألف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تكفل لجميع حاجاتنا. اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.